مع الزيادة المضطردة في عدد تصاريح السفر اللي بتصدر شهريا عن طريق الموقع الإلكتروني، أنا بحكيش على الموقع السادس المانوال تشانل شغال، بحكي عن محصول فقط على الموقع الإلكتروني، الشركات برضه نجحت. حسينا نفسي يعني في شركات عديدة في قطر، لسه شركات كثيرة did not join الإي جوفرمنت فور فيريس ريزنز، احنا مش عارفين شو هي الأسباب اللي خلت الشركات يمكن التخوف من التغيير. شغلة جديدة إلكترونية يمكن ما في ثقة في الشغله الجديده، الشغله الالكترونيه متعود اوقع، متعود اختم، ومتعود اشوف الاسلام واشوف الضابط قدامي بيعطيني تصريح السفر، فالناس متعودين على هالنظام يعني خلص صار شيء بلمه. شيء تقول له تقعد ورا الكمبيوتر وعلى الانترنت وسكرين وتصدر مش لازم تطلع وراه، اعتقد صار في تخوف. فالناس ترددوا بعض الشركات انها تشارك بالحكومه الالكترونيه. Even though the numbers are increasing, as we discussed now in the statistics, we still notice that a lot of companies did not still join. We have a lot of companies in Qatar, we're covering 400, we have more to go. And as you know, maybe you have so many companies in Qatar, I don't have the exact numbers, but they still not joining. For various reasons, we cannot actually assure, but one of those reasons is resistance to change. This is something new. We're talking about visa permits. We're talking about, you know, letting me leave the country. You need to get the confidentiality, you know, the assurance I'm seeing you stand. Seeing the paperwork, and I'm seeing the officer telling me, you're good to go. This is your exit permit. They're not used to sit behind the monitor and enter information online and done with that. I didn't see anything yet. You know, it's the virtual thing, it still was young, it's still not mature enough. So people actually were resisting, especially the correspondents, the used correspondents, you know, many people. They're not aware of this. What is this? No, I cannot believe this. This cannot happen. So I think we felt some resistance from the companies. We wanted to encourage them. Try it, and you will see the value. We want them to come and see what are we offering with this exit permit. In order to do though, to do this, MOI decided or announced that we're encouraging companies. We have now the e-government channel available. Please use it. And the announcement was made on April 1st. وزارة الداخلية والشباب والإخوة بارك الله فيهم في السلطات في المقار والجوازات شافوا الناس شارك يعني دي شير نفس التخوف اللي لاحظوه مع الناس، انه الناس فعلا ما عم تقبل على خدمه مفيده لهم. فاعلنوا حطوا اعلانات انه ندعي الشركات انه عندكم لازم تو جوين بلشوا تشتركوا في الحكومه الالكترونيه وتستفيدوا من خدمه تصريح السفر بطريقه الكترونيه رغم الطريقه اليدويه. واعطوهم تواريخ معينه عشان تشجيع، هي الشغله كانت مش انه منع او حصر او تخويف، تشجيع لهم. بس عندك الوقت هذا يا اخي جربها. إذا عندك أي مشاكل، عندك أي إيشوز، ارجع لنا احكي معنا وقول تيك كير. إذا ما إذا لقيت هذه الخدمة ما قامت باللي أنت حاسه، ما يعني ساتيسفايد يور نيدز. ما أعطتك الحاجة اللي أنت تحتاج يعني الغرض اللي أنت معطوه، الهدف اللي أنت منه مستفيد منه. كلمنا والريفايز ندرس هالموضوع ونشوفه. فأعلن الداخلية عندكم لجون تشتركوا في الحكومة الإلكترونية. برضه بعض الشركات مددوا المدة لأغسط، بلشوا يشجعوا الشركات، يا جماعة معكم لأغسط، الشركات الكبيرة، احنا مش عاملين خدمة إلكترونية بتوجهات من سمو أمير الدولة، سمو ولي العهد، عشان تنحط هيك وما تستفيدوا منها، خدمة معمولة لمصلحتكم مش لمصلحتنا، عشان تشجعهم يستخدموها، فبلشوا زي ما بيقولوا يحطوا زي المحاضير على الشركات، أنت شركة عدد معين من الموظفين، اعمل مع الحكومة الإلكترونية، قدم طلبك على الحكومة الإلكترونية، شيء بالخدمه، شو بعدين شو الفيدباك تبعك، شو رايك بالخدمه، شو كيف احنا ممكن نفيدك ونستفيد منها. ام واي منستر اوف انتيريور اند ذا اوثورتيز ان ذا ايربورت اند ذا ايميجريشن ديبارتمنت دي شير ذا سيم كونسيرن ذات كومبانيز ار نوت جوينينج دي ستيل دي هاف سم ريزيستنس ذي ار ريلاكتنت تو جوين ذا اي سيرفيس ذي ار افيلبل ذا اون لاين اي سيرفيس سو ذي جيف ام ان اناونسمنت انكارجينج ايفريبادي تو جوين ذا اي جوفرمنت باي جون 1st All the big companies, 25 and above, should be joining the e-government by June. Knowing it's going to be a big change and people need time,